لمتابعة تطورات مشهد الانتخابات الرئاسية في سوريا والرد الشعبي الكبير لها ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك. بابتسامة عريضة وبصحبة زوجته أدلى بشار الأسد بصوته في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، يراها إعلامه عرسا ديمقراطيا بينما المعارضة تراه نكبة على الشعب السوري، ما الرسالة أستاذ أحمد التي يريدها بشار من إجراء انتخابات يتنافس فيها ثلاثة مرشحين؟ لا شيء، يعني إجراء روتيني مسرحية، العالم كله يرى أنها مسرحية، فقط بعض الدول الخارجة عن الحضارة التي لا تحترم حقوق البشر، لا تحترم الإنسان، كل ثقافتها تقوم على احتقار الإنسان، مثل إيران ومثل عملاء إيران في المنطقة، ويمكن النظام في روسيا وبعض الأنظمة العربية. أما الشعب السوري، أما العالم الحر، فيرى فيها مسرحية غير مضحكة، سخيفة ومكررة، وتدل على بلادة هذا الكائن الذي اسمه بشار الأسد، واستحالة أن يحصل تغيير عبر الطرق السلمية والديمقراطية في سوريا. هذا النظام وصل إلى السلطة وبقي فيها 50 سنة، الأسد مضى عليهم في السلطة 51 سنة، بالقوة والقهر والتعذيب والنهب والإجرام بالجريمة المنظمة وليس في الانتخابات، وهو سوف يغادر بالقوة وليس في الانتخابات. أستاذ أحمد، في ظل اعتراف حلفائه بالانتخابات ترفضها باقي دول العالم، ما مدى شرعية الانتخابات يعني التي لا تعترف بها دول العالم؟ لا تعترف بها دول العالم ولا يعترف بها الشعب السوري، الأهم هو الشعب السوري. أما اعتراف العالم فهو مهم من ناحية إعادة تأهيل النظام، قبول النظام. العالم كما يبدو، ونحن نتمنى أن يثبت العالم على هذا الموقف، لسنا متأكدين ولكن نتمنى ذلك، وهناك مؤشرات على ذلك، أن العالم لا يريد إعادة تأهيل بشار. سوف يبقى هذا المجرم موجود في منطقة نصف سوريا ويسيطر مع الروسي والإيراني واللبناني، كل هدول مع بعض، ولكن يسيطرون على 35% من الشعب السوري فقط. العالم يعني يرى ويتابع ما يجري في سوريا منذ عام 2011، مع ذلك لا يزال بشار ونظامه يمثل سوريا في المحافل الدولية. ألا ترى أن هناك ازدواجية؟ هم لا يعترفون بانتخابات بهذه الانتخابات، ولكن بنفس الوقت هم يتعاملون مع هذه أو مع هذا النظام. انعدام في الأخلاق، وهذا يعكس صورة العالم الذي نعيش فيه الآن، عالم بدون أخلاق، بالمصالح. الوزراء الخمسة الذين قالوا هذه الانتخابات باطلة ولا تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار 2254، لم يرتبوا على هذا نتائج. لو أنه ترتب على ذلك نتائج، إغلاق كل سفارات النظام في كل أنحاء العالم، وقف المفاوضات التي تجري في جنيف، معاقبة من يعترف بالنظام، لكان تغير الأمر. ولكنهم منذ 10 سنوات ينتقدون النظام ولا يرتبون على انتقادهم نتائج حقيقية، كأن تقول لشخص أنت مجرم ولكن لا يوجد عقوبة لجريمتك، هذا يعني استمر في إجرامك، هذا هو المعنى، وهذا ما يفهمه النظام، ومعه حق أن يفهم ذلك. إذا كان جهة تقول لإنسان أنت مجرم ولكن لا يوجد عقوبة لجريمتك، هذا يعني استمر في جريمتك، وهذا ما حصل ويحصل وسوف يحصل في سوريا للأسف. نعم. أخيرا، كيف تصف موقف الشعب السوري في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وفي أيضا المناطق التي يسيطر عليها النظام من رفض كبير لإعادة انتخاب بشار؟ هذا هو الموقف الحقيقي. شعب سوريا متمسك بالحرية، قدم 1 مليون شهيد من أجل الحرية، 8 ملايين 8.8 مشرد في كل أنحاء العالم من أجل الحرية. لا يوجد شعب في العالم على حد علمي متمسك بالحرية ومستعد ليدفع ثمنها مثل السوريين، وهم كل يوم
يقدمون دليل على ذلك، وهم سوف يصلون للحرية لأنهم أهل لها ويدفعون ثمنها، وهذا النظام المتوحش لا مستقبل له. نشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل، شكرا جزيلا لك.